السلام عليكم شباب بنات مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعه تمارين لشد ورفع الصدر. قبل اي حاجه سامحنا بتاعتكم دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصل لكم كل الفيديوهات الجديده كلها بناء بتاع الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي انا هعرض عليكم ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على شد ورفع منطقه الصدر للاعلى. وبرده عايز اقول لكم ان التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. دلوقتي هعرض عليكم وهنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وبرضه هنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. بعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني، دلوقتي هنعمل مع بعض وهعرض عليكم التمرين الثالث. التمرين الثالث قريب شويه من التمرين الثاني في الحركه نفسها، ولكن هيكون فيه اختلاف بسيط، ولكن الاستهداف واحد والفايده واحده، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. We'll be right back.
واخيرا حرت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع مختلف تماما عن اول ثلاث تمارين احنا عملناهم مع بعض، والتمرين ده احنا عملناه مع بعض اربع مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. كده ما احنا خلصنا حلقه التشرح، ما احنا بتاعتون دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعالوا بكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برده بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تفوتوا منها. سلام عليكم.